السلام عليكم أصدقائي، تحية طيبة لكم من هنا من مدينة مراكش. جئت إلى هنا لقضاء الإجازة. أنا الآن في وسط المدينة كما تلاحظون، ولاحظوا ما ورائي المسجد الكبير. أوبس، هاو، هذا هو مسجد جامع الفنا، وهو مسجد جميل ومسجد كبير ومسجد رائع، واحد من المعالم التاريخية لمدينة مراكش. الآن سوف أذهب لأبحث على مقهى أو مكان نستريح فيه، وبعد ذلك سوف نفتح قلبنا وسوف نتكلم شيئا ما مع بعض. كما تلاحظون الجو شيئا ما بارد هنا بمراكش، لكن كل شيء على ما يرام. تعالوا معي أصدقائي. أنا أحبتي الآن موجود فوق يعني تيغاسة لكافي. هذه المدينة القديمة، المدينة القديمة لمدينة مراكش، واللي فيها الساحة الشهيرة، ساحة جامع الفنا. أصدقائي نفرجكم شيئا ما كما تلاحظون. أصدقائي الآن كاين تساقط الأمطار، الجو شيئا ما بارد هذا اليوم. كما تلاحظوا نظرة على المدينة القديمة لمدينة مراكش. إذا أصدقائي كما كتشوفوا، خلونا نجلسوا في البداية. جلسوا معنا، تفضلوا أصدقائي، تفضلوا أصدقائي. الله، أنطلب في البداية شيء للشرب أعزائي، شنو حابين تشربوا؟ أنا غادي ناخذ أصدقائي نص، هي مشروبي المفضل. نستنى فقط إلى أن يأتي هذا الكلنة ونطلب منه نص، ونحكي لكم لماذا أصدقائي جئت أنا إلى مدينة مراكش خصوصا قبل رمضان. لماذا بالضبط؟ لا أنجلس أنا في الجهة الأخرى، نتبادلوا البلايص. أجي هنايا، أجي عافاك أخويا هنايا، أنا غادي نجي هنا. أجي لا قعد هنا، قعد لهنا، اجلس هنا، قعد هنا، هي اجلس هنا. الكتبية أصدقائي، لأني بجنب مسجد الكتبية. نتكلموا بالمغربي ولا نتكلموا بالفصحى؟ للأصدقاء الأحبة أدعوكم أيضا أن تتابعوا قناتي الثانية مارو تي في على يعني في الأسفل، توجدوا الرابط الخاص بها، وفيها سنعمل فلوقات وسفريات أتكلم فيها باللهجة المغربية. غادي نهضر بالمغربية. واش كتفهموا المغربية أصدقائي ولا ما كتفهموش؟ راه اللهجة المغربية لهجة سهلة، راه ماشي شي لهجة صعيبة. نص، هاهي نص نص، نعطيكم نص نص. هذه هي مثل تشبه الكابوتشينو، يعني احنا نسميوها نص نص، نص حليب ونص قهوة. أصدقائي كثير منكم سوف يسأل ماذا أعمل بالمغرب، ولماذا جئت إلى مدينة مراكش خصوصا في هذا الوقت، ولماذا فضلت أن آتي في هذا الوقت قبل شهر رمضان الكريم. شهر رمضان أنا أحب دائما أن أقضيه بالعمل، يعني كثير من الناس عندما يأتي رمضان، ونعرف أن رمضان في الصيف في ألمانيا يكون الصيام طويل ويكون النهار أيضا طويل، لكن أنا أحب أن أقضي شهر رمضان في العمل، لأنه لا أحس بالصيام ولا أحس بتعب اليوم. اليوم يمر بسرعة، لذلك دائما أسبوع أو أسبوع ونصف قبل رمضان أحب دائما أن أخذ إجازة من العمل أسافر فيها. يعني جئت إذا إلى هنا، يعني مراكش هي مدينتي أصدقائي، ودائما أحب أن آتي إلى هذه المدينة. وأيضا الواحد يرى أهله، يرى عائلته، وعندما يأتي رمضان الواحد يدخل بطاقة جديدة إلى العمل. يعني الواحد يكون الآن استمد طاقته ويدخل بطاقة جديدة إلى العمل. هناك ناس تفضل بأن تأخذ الإجازة في رمضان، أنا العكس صحيح، أنا لا أحب أن أخذ الإجازات في رمضان، وأحب دائما أن أعمل في شهر رمضان. هكذا رمضان يمر بسرعة،
ويكون اليوم أجمل وأجمل وأجمل، والواحد يستيقظ باكر لصلاة الفجر، يقوم يعني بالسحور، يصلي الفجر إلى آخره. بعد ذلك يظل الإنسان صاحي، يذهب إلى العمل، بعد العمل إلى آخره، الواحد يأتي إلى العمل، لا يظل وقتا طويلا للإفطار، وبذلك يمر الوقت بسرعة. وهذا هو السبب لماذا أخذت إجازة قبل رمضان أصدقائي، وإن شاء الله سوف نقوم برحلات جميلة وسفريات جميلة. وكما قلت لكم سأعمل فيديوهات كثيرة على قناتي مارو تي في، يمكنكم أن تشتركوا فيها أسفل، وهناك سوف نسافر، وسأتكلم هناك باللهجة المغربية لأنه أحسها لهجة سهلة ولهجة جميلة ورائعة. شكرا لكم أصدقائي، تحية لكم، إلى اللقاء، السلام عليكم.